إذا المشاهدين الأكارم، الآلاف من المناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات ليمنيين في المهجر، يعني للأسف لم نسمع حتى الآن أو حتى إلى ساعات أو حتى إلى اليوم لم نسمع أي تجاوب من الحكومة الشرعية. لا ندري ما هو واجبات هذه الحكومة ولصالح من تشتغل ومن تمثل، يعني أقل واجب عليها. حتى مسألة أنه 3 إلى 4 ألف مواطن يمني في الخارج تعثرت بهم الأسباب بسبب وباء كورونا، لم نسمع أي تصريح لا من الحكومة لا من الرئاسة لا من جهات مختصة لا من سفارات. ربما سفارة الوحيدة في مصر مشكورة، يعني سمعنا عن تحرك أو شاهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي تحركات لإغاثة بعض الأسر التي خلصت عليها المصاريف، وكان هنالك لرجال المال والأعمال وفاعلين الخير الدور في هذا المجال، نحييهم. لكن بالنسبة لمن ناقشناهم بالأمس في الهند وفي الأردن أيضا، لا تزال هنالك آلاف الأسر عالقة. يعني لم نسمع حتى موقف مشرف من المؤسسة الرئاسية تحرك طائرتها الخاصة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة حسب الأولوية، لإعادة سواء الذين كانوا في الأردن أو الذين في الهند أو في مصر، وإعادتهم إلى أرض الوطن وفقا لشروط الحجر الصحي وفقا للإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة. معي أول متصلين، مرحبا. مساء الخير. مساء النور والعافية، من معي أخي؟ معك أبو قاسم. تفضل يا أبو قاسم، نورت. حياك الله يا أخي فارس، كيف حالك؟ نحمد الله على كل حال. لم ناقش ثلاث دول فيها يمنيين عالقين، مصر والأردن والهند، ولم نسمع أي تجاوب لا من الحكومة ولا من الأمم المتحدة. المهم كيف يطلب الله باسم الشعب اليمني بس، أما أنه عليهم واجبات ما فيش. يا أخي أي حكومة، أي شرعية هذه؟ أي شرعية إذا كانت ما تستطيع أن تجلي عالقين في ثلاث دول، الهند ومصر وماليزيا وما أدري إيش والأردن والأردن. فإذا قلنا تعالوا للمغتربين الذي في المملكة العربية السعودية، الناس البساطة الذي يشتغلوا شغلهم اليومي لهم شهر وعشر أيام في الحجر في العزب لا يملكون شيئا، أين السفارات؟ أين القنصليات؟ أين المسؤولين؟ يا أخي أنا أقول أين إيرادات الدولة؟ أين إيرادات دخل النفط؟ إلى أين يذهب؟ إيرادات الغاز أين يذهب؟ إيرادات منفذ الوديعة أين يذهب بالمليارات منفذ الوديعة؟ إيرادات ضرائب لا رواتب لا رواتب الدول الناس، ولا حتى محطات عدن كل يوم طفي للصي، يعني وهكذا، يعني أبسط الأشياء ما قاموا بها. نعم أبسط الأشياء ما قاموها. طيب استكلهم استكلم هذا هذه المصيبة التي أتتنا من حيث لا نعلم، هذه مؤامرة نعتبرها مؤامرة. إذا كان أنه يعني الحوثيين تنفذوا من اتفاقية استوكهولم والشرعية قامت بدفع رواتب الموظفين مليون موظف في جميع الاتجاهات، فين هذا التعهد وفين هذا الالتزام؟ يا أخواني هذه ما يعني صراحة شيء لا العقل لا يقبله ولا يطاق أبدا يا أستاذ فارس. أحييك يا أبو قاسم، أحييك وتحية لكل المغتربين ومزيد من الصبر. شكرا جزيلا. شكرا لك. ومتصل جديد، ألو ألو، مرحبا. طبعا مشاهدينا الكرام، دائما ما نقول الذي مش ماسك مع الخط بالنسبه للتطبيق الايمو بالامكان الاتصال ايضا على نفس الرقم برنامج الدو او الارقام التي تشاهدونها على الشاشه. متصل جديد، ألو. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفتك يا حيا، مرحبا. من معي اخي؟ معك ابو طارق. ابو طارق، ايوه حياك يا ابو طارق، واصل. يعني بالنسبه لل على هذا تحمل المسؤوليه هذه اللي بتسمي نفسها الشرعية والدول المتحالفة. واصل. نفسها شرعية إن إحنا شفنا في أي شيء، يعني في النازحين في مطار السيول، يعني في العالقين في الخارج، كيف نعترف بها إن شرعية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم معترف بها الدول اللي لها مصالح. معترفين بهالدول اللي لها مصالح من هذه الشرعيه بس، وجالسين يتقاسموا. لا نعترف بها شرعيه نهائيا، واحنا ما شفنا لها موقف لا مع النازحين داخل الوطن ولا مع. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله بتفرج يا ابو طارق، احييك، شكرا لك. ودائما ما تسال يا جماعه، الذي يشتي يحكم يوفر للناس مستحقاتهم، الذي يشتي يحكم يجيب للناس مطالبهم مصالحهم،
أما هكذا وكل واحد بس يعني أصبح أشبه بعصابات، كل واحد يمشي حاله كل واحد يمشي حاله. أين المجتمع الدولي الأرعن هذا الذي جلس يشغلنا عشرات السنين؟ حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، طلعت كذبة ووصمة عار على المجتمع الدولي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل أخي من معي. ألو، تفضل أخي من معي. أبو فيصل. تفضل يا أبو فيصل، هات ما عندك انت على الهواء. الله يعطيك العافيه. واصل اخي واصل. واصل يا ابو فيصل. غير الشباب صوت، ما في صوت. الو مرحبا. الو، راح يا شباب. الو مرحبا. يا الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. أحييك وأحييك جميع المشاهدين. أحييك كمان، عرفنا عليك أخي. عرفنا عليك، من معي؟ من ولاية بونا. يا حيا مرحب، من أبو من؟ من ولاية بونا أصيل. حيا مرحب، على رأسي تفضل. نرسم مناشدتنا هذه لجميع الأطراف السياسية في اليمن. ونناشدهم. واصل. ما زال موجود يا شباب. الو، مع الاسف فقدنا الاتصال به، كان معنا من ولايه بونا طبعا احد اليمنيين، لا ادري هل ما زال اللي هي يمنيين عالقين بالصين والا قد يعني استكملت عمليه النزوح. الو مرحبا. الو 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 مرحبا. معك، تفضل اخي من معي. معك ابو مالك العودي. تفضل يا عودي، فوق العين والراس. والله حابب اقول لكم من شان الحكومه الشرعيه هذا اللي هم جالسين بالفنادق و جالسين يلهبوا لك بالمارب ويبلطجوا لك ويستثمروا بتركيا. والشعب المن؟ أنا أدعو الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد ميليشيات الحوثي. نعم. الإرهابية الإمامية المجوسية. نعم. وأدعو المقاومة الوطنية في الساحل الغربي وفي جميع محافظات الجمهورية. إلى التوحد ضد هدف واحد. موحدين موحدين. ميليشيات الكهنوت. نعم. وأدعوهم إلى نبذ الحزبية والعصبية والمناطقية. نعم. التحالف العربي لا يريد حسم المعركة في اليمن. لماذا؟ خمس سنوات ونحن في دوامة، خمس سنوات وهم في سرواح. يا أخي جالسين يستثمروا لك في مارب وفي اسطنبول، لا يهمهم تحرير الوطن ولا دماء الأبطال التي تراق في الجبهات، وإنما يهمهم مصلحتهم الشخصية. طيب والحال يا ابو مالك، والحال امام هذا التحدي يعني الشعب اليمني اليوم هو ضحيه. انا ادعو الشعب اليمني الى الانتفاضه والتوحد ضد هذه الشرذمه. احييك احييك يا ابو مالك، وصلت الرساله، شكرا لك. ومعذره على المقاطعه لانه في كثير متصلين وكل واحد يقول لك ما حد دخل، ما حد دخلني اوصل رسالتي. الو مرحبا. الو يا الو، موجود يا شباب؟ الو مرحبا، تفضل. وعليك السلام، أحييك وأحيي جميع المشاهدين. وحييك، عرفنا عليك أولا. ومعك أبو نعمة من ولاية نيويورك. ولاية؟ من ولاية نيويورك. نيويورك، أهلا وسهلا، تفضل أخي. نرسل رسالتنا إلى جميع الأطراف السياسية في اليمن. ونرجو أن يعملوا لنا حل على الوضع الذي نعيشه، رحنا فالوضع قد خرج على نطاق السيطرة. ونناشد جميع الأطراف السياسية والممثلة المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بعمل لنا حل ورجعنا إلى اليمن. فنحن هنا نعيش في وضع لا يعلم به إلا الله. هل فعلا في كثير وفاة من يمنيين يا أخي العزيز؟ كيف؟ في كثير يمنيين صحيح في نيويورك يعني داهمهم هذا المرض و يعني وتوفوا رحمة الله عليهم. نعم نعم. ونرسل رسالتنا هذه لجميع الأطراف السياسية في اليمن،
ونرجو حلنا فلقد ضاقت بنا السبل ولم نعد نتحمل. طيب المغتربين في امريكا ما فيش من الجاليه اليمنيه اي تحرك في مساعده المحاصرين من يعانوا ايضا من هذا الوباء؟ جميع الحكومه اليمنيه. اشكرك اخ العزيز، اشكرك ونتمنى الشفاء العاجل لكل من ابتلوا بهذا الوباء، خصوصا ايها اخواننا اللي في امريكا، نسمع عن ارقام مهوله للوفيات رحمه الله عليهم ونعزي ايضا اسرهم. ومتصل جديد، الو. اتكلم براحتك. الو تفضل اخي. وعليك السلام ورحمه الله. معك فواز سلام من المملكه العربيه السعوديه. فواز تفضل يا عم فواز، انت على الهواء. ايوه تفضل انت على الهواء اخي. والله يا اخي ان احنا مستغربين الرؤساء في العالم والحكومات في العالم تلبي نداءات الشعوب. صحيح. الا حكومتنا الشرعيه. لا درينا هذا النحي ولا ميت ولا رئيس على من؟ اصابك بالله اذا كانت المناشدات تطلب من مصر، من السعوديه، من الهند، من الصين، من كل بقاع العالم الى الان لا حياه لمن تنادي. هذول حكومه على من؟ رئيس على من؟ شرعيه تمثل من؟ نعم. لمن نوصل صوتنا؟ من يسمعنا؟ يا اخي المغتربين يمروا على ثانيه لا احد معه. منهم من عارف ومنهم من ميت جوع داخل العزبه حقه داخل سكنه يتمنى ريالين قيمه كيس خبز. يا اخي من ناشد؟ حسبنا الله. اين الرئيس؟ اين الحكومه؟ اين الشرعيه؟ مشغولين يا عم فواز، مشغولين. من كان مشغولين زياده مشغولين. يعني مشغولين يا استاذ فارس. بمن يا استاذ فارس اطلقنا على المناشدات؟ يا اخي على الاقل يظهر لنا رئيس الجمهوريه او المتحدث باسم الرئاسه يتكلم يطمئن الشعب ان الرئيس حي. يا اخي اذا كانت السعوديه بقيادتها جابت العالقين حقه ومنهم انهم يتفاخروا بقيادتهم السياسيه، لكن احنا بمن نتفاخر؟ لا رئيس لبي نداء ولا حكومه ولا ما درينا من نناشد. يا اخي تعبنا يا اخي المغترب اليمني او المواطن اليمني يا اخي زهقت ارواحنا. يا اخي تعبنا من نناشد لمن نوصل صوتنا؟ لا ان شاء الله تفرق يا عم فواز، ان شاء الله لابد من فرق. نتمنى يا استاذ، نتمنى يا استاذ فارس ان 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 يسمعوا اصواتنا، يلبوا نداءنا. يا اخي طمئنونا انهم بخير. يا اخي اصبحنا احنا الله لا رضي عنهم لا دنيا ولا اخره. يا عم فوز مع هؤلاء ما الله ما يشرفنا انه يمثلونا. الله لا رضي عليهم لا دنيا ولا اخره يا اخي. الله وفقهم. هدمونا يا اخي، قتلونا لان احنا محبطين للغايه. حسبنا الله. يا اخي المغتربين هانا، يا اخي المغتربين اقسم بالله ان تجينا مناشدات والله تجينا رسائل بالخاص شيب منها الطفل. يا اخي الناس انتهوا، يا اخي الناس في حاله. والله العظيم ان في اغلب يا اخي في كوارث في مغتربين يقدم على الانتحار بسبب وضعه. حسبنا الله. يا اخي لما سنظل بهذه الوضعيه وسنستمر الى جانبكم يا عم فواز. يا اخ فواز احنا سنستمر الى جانبكم بقدر ما نستطيع، يعني وخصوصا من قد ضاقت بهم الحال يجب ان جميعا نقف الى جانبه. ليس عيب، نحن نناشد جميع الأسر. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة، أرقامنا الواتساب، كل وسائل التواصل الاجتماعي موجودة. أمثال هذه الأسر التي لم تجد حتى وصلت إلى هذا المستوى الذي ذكرت، حتى لو نبيع ثيابنا التي علينا، حتى لو نضحي بالغالي والرخيص، يجب أن ننقذهم. صدق صدق. نعم صدق. نحن 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 كمغتربين إن شاء الله نحن سنكون متكاتفين، وإذا عجزنا نحن سنتواصل بأغلب الناس الذين نعرفهم لإنقاذ الأسر اللي ضاق بهم الحال. أحييك أخي فواز. يا أخي هذه شرعية عار. الخلاصة هذه شرعية عار، لابد أن نتضامن مع بعضنا البعض يا فواز. أحييك وصلت رسالتك، أشكرك ومعذرة على المقاطعة. وأذكر لكم يعني قصة حدثت قبل يعني أيام هنا في القاهرة مثلا، لأسرة أخرجت من شقتها لم تدفع ما قدرتش تدفع الإيجارات،
وأقسم لكم بالله أن عشرات اليمنيين توافدوا وكل واحد يتسابق لأجل أن يأخذ هذه الأسرة ويسكنها ويأكلها ويشربها وهكذا شيمت كل اليمنيين. يعني هذه قصة حدثت ما لم يسمح لنا حتى نصور بالجوال، لأنه قلنا لهم يا جماعة نشتري يكون هذا نموذج لليمني الحر الشريف الشهم الكريم الذي ألفه اليمنيون على مدى التاريخ. اليمني بطبعه ما عمره يمد يده لأحد، يعني ممكن يمد جوع، ممكن يصل إلى هذه المرحلة، لكن أن يصل إلى مرحلة الانتحار هذا لا يمكن أن نسمح به. سنكون إلى معكم وإلى جانبكم، وكما قلت أرقامنا مفتوحة وصدورنا مفتوحة، واليمن اليوم منبر لكل اليمنيين في الداخل في الخارج أينما كان. ألو مرحبا. ألو تفضل أخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني يا أخي؟ أيوة تفضل أخي، من معي؟ تفضل أنت على الهواء. يا أخي أولا نشكر قناة اليمن اليوم اللي أتاحت لنا الفرصة للتحدث عن معاناتنا وإيصال صوتنا للجهات المسؤولة. الله يحيك، عرفني عليك. طيب أخي عرفني عليك الله يخليك. نعم أخي. عرفني عليك أولا، أبو من؟ فريد، أنا فريد من ولاية بنغلور. أحييك أحييك. طالب. أنا طالب. في أمريكا ولا الصين؟ لا في الهند، في الهند. أنا الله يحفظك. أحييك أحييك في الهند. نعم تفضل أخي. نعم أنا باسمي باسم جميع الطلبة في بنغلور، نحن مجموعة من القاية اليمنية قدمنا إلى الهند لطلب العلم، ولكن مع أزمة كورونا كما تعلمون توقفت الحياة ولم نعد نستطيع الخروج من السكن، وبالتالي أصبح وجودنا في الهند دون فائدة. لذا نطلب من حكومتنا وجميع الأطراف السياسية وجميع الرؤوس الكبيرة مساعدتنا على العودة إلى اليمن. كم تقريبا كم عدد الطلاب تقريبا يا أخ فريد؟ كم تقريبا إذا لديكم معرفة؟ والله ما عندي عدد محدد، بس الكل بغى يسافر، كلنا بغى نسافر، كلنا يعني اللي بالمعهد معي كلنا خلصنا الوقت نبغى نسافر خلاص، اكثر من 20 طالب. ونناشد الى الشعب اليمني، نناشد ضمائركم وسهامة اليمنيين، وان تقضوا الى جانبنا ولا تتركونا في هذه الأزمة حتى نصل الى اهالينا. ونتمنى ايضا من العالم العربي والاسلامي ان يشعر بما نعانيه هنا من ظروف صعبة وقهر، وأن منا مواطنين ليس بإمكانيتهم المادية لا تسمح لهم بالبقاء أكثر من ذلك. تصرفوا يا حكومة، تحركوا، خلاص ضبحنا منكم. على الأقل يعني يصدروا قرار يعني يكذبوا علينا يا أخي، أهم حاجة يغيروا. خلاص نكدنا والله ضبح. حتى الكذب يمكن ما يعرف إيش كذبوا يا أبو فريد. عم فريد قد وصلنا، هي كذبة الحكومة كلها كذبة، كيف عاد تكذب مع الأسف. يا أخي أحمد علي هو مواطن يمني وبعد بعش سلطة. يا عم فريد كم أحمد علي عندما وجد أن السلطة يعني تخلت عن مواطنيها وأبنائها في الصين تدخل أيضا في مجموعة في مصر، يعني هو في الأخير مواطن لا يمتلك سلطة. أحمد علي دخل، نحن نطالب يدخل معنا هذه المرة، ليش دخل مع الصينيين وعنا إيش يهود ولا إيش؟ لا أخي فريد، يعني هو في الأخير مش سلطة ولا يمثل سلطة، عين دور الحكومة أولا. متى ما طلعت الحكومة قالوا إحنا عاجزين، قلنا كلنا بنتدخل، والله لو ندي رواتبنا لو ندي قوت أولادنا خلاص، يعني حتى يقدروا يسفرون المطار عدن، خلاص يعني يوفروا لنا حجارة صحية وكل شيء، باقي الطيارة خلاص، باقي الطيارة تنقلنا إن شاء الله. عم فريد تصل رسالتك، والخيرين موجودين من أهل اليمن أصحاب الشهامة والكرامة، ودائما ما نقول حتى رجال المال والأعمال أقل حاجة يا جماعة. طيب في حكومة ليس إذا مش ما عندها المال، احنا قلنا بالأمس طائرات رئاسية حتى لو مش قادر ما تمولها بنفرق، كلنا بنفرق حق تمويل الطائرة، والله لا نفرق. إذا مش قادر فخامته يمول طائرته ويرسلها، احنا بندي يا أخي حق التمويل حقها كما كلف، بنفرق بنستدعي كل الفاعلين الخير يدوا قيمة الطائرة دي تنقل الناس على دفعة يعني، ما هو العذر. ألو مرحبا. الو تفضل اخي، من معي؟ تفضل من معي انت على الهواء؟ يا هلا ومرحب. تفضل من معي اخي؟ الو غير يا شباب، عيد الاتصال يا اخي، صوتك والله بيشل علينا. ابو محمد بن مارد. الو تفضل اخي، من معك؟ ابو محمد بن مارد. هلا يا ابو محمد، تفضل اخي. كيف انت؟ بخير نحمد الله، اذا انتم بخير كلنا بخير، تفضل. والله بخير، اهم شيء عافيتكم وصحتكم يا اخي. نحكي لهم انظروا لنا للناس الحين اللي ننام فيه ونام، لا بصمنا دوله ولا بصمنا مخيمات ولا بصمنا السيول جربت العباد وهذه كارثه ثانيه. ابو محمد حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا الان بنصيح على الناس الذي عالقين بالخارج، وانتم ايضا لديكم مشكله، وايضا يجب علينا ان نقف معكم. هات ما عندك، هات. الله يرحم عطاش، الله يرحمه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. ندعي للرحمن لابو احمد، ونتمنى ابو احمد ان يرجع ويورحنا كيف العباد والبلاد. هذا امر الله يا ابو محمد، هذا امر الله وقدر الله على اليمنيين، ولعنه تاريخيه حلت على اليمن وستنتهي وتذهب. مزيد من الصبر، مزيد من التكاتف. لعنة الله على الذي عاد يقول لنا في يمن بعد 2000، بعد 2000 لعنة الله عاد يقول لنا عاد في يمن. ان شاء الله اليمن باقي والارض باقي، يكون الاشخاص زائلون يا ابو محمد. خلونا نتفائل بخير مهما كانت المعاناه. نشتي الرجال، نشتي رجال اليمن المخلصين، اينهم اينهم؟ ما عاد بصرنا. باقي وقتهم ان شاء الله، باقي في مؤامره قدره دوليه. ما بصرنا يا اخي الا فلال وحماير هنا. ان شاء الله تفرق يا ابو محمد، احييك. وايضا رسالات الرساله تصل الى كل فاعلين الخير انه والمنظمات الحقوقيه والانسانيه. نشتينا تفتحوا لنا جبهه هنا زي جبهه الساحل يا اخي. احييك يا ابو محمد. الان كيف يحلوا مشكله النازحين وبعدها كل شيء، كل حدث حديث ان شاء الله. يا اخي ما بصرناش ولا بصرنا الا ما بلا كلام في الاعلام، ما بصرنا حد. ان شاء الله تفرق يا ابو محمد، احييك. وان شاء الله تصل رسالتك للسلطه المحليه في مارب الذي قالوا انه قد حلوا مشاكل الناس ايضا النازحين والذي اصيبوا بمحنه السيول، وهذه مشكلات يعني فوق اليمنيين حلت الى جانب المصاب اللي قديم موجوده. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. موجود يا شباب؟ الو، تفضل اخي، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا فارس؟ حيا ابو نوره، تفضل. الله يحييك، كيفكم؟ طيبين؟ والله الحمد لله على كل حال، في هذه الدنيا نتيه. الله يعين عليك. هات ما عندك. والله يا اخي هنا بلوى طاحت على الشعب اليمني، الله يكون في عونهم. امين يا رب. اهانوا العزيز، وهانوا يا طلع عمر من الشموخ، وهانوا ولا خلوا لهم طريقه. انا ادعو الاخوان دول اللي عالقين او سوى منه في اليمن الضرر من الامطار او غيره. أن يدعو الدول يا أخي، يدعو الدول الثانية يا أخي لمساعدتهم. من عباقي من دول؟ من عد باقي؟ لا حكومة ولا يا طول عمرهم دارينين العالم، هذول مسلطنة، يا تخزينة يا طول عمر، يا لقمة عيش، يا طول عمر المخبى يمتلي، هذا اللي يدوروا له. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أبو نورة. بس يا أخي على الله أن الله يسخر لهم دولة تساعدهم. آمين يا رب. واحنا نحاول قدر الامكان نوصل مظلوميتهم، ونشوف لعل وعسى هكذا يبعث الله من ينقذ هؤلاء الناس والاسر والاباء والامهات. ونشكر الفندم احمد على يا طول عمر وقفته مع العالقين برضو في مصر. نعم. واذا يقدر يساعد العالقين فهي له لابوه من قبله. والله ينعم يعني فيهم. هذه راي شخصي يعني، مش فرضا يعني. صحيح. احييك ابو نوره، احييك واشكرك. الله يحفظك. شكرا لك. ومتصل جديد. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. معك ابو زيد من محافظة الصعدة. اهلا يا ابو زيد، تفضل اخي. يا اخي واصل. يا اخي نحن نطالب بالامم المتحده، رئيس الجمهوريه اليمنيه الرئيس عبد ربه. هذا ابو زيد ولا غيره؟ لا لا، هذا واحد ثاني. طيب تفضل، عرفنا عليك ابو زيد فصال. عيد الاتصال يا ابو زيد، عرفنا عليك اخي، عرفنا عليك. لا لا، ما ابو زيد، ابو رداد. تفضل يا ابو رداد، هات ما عندك. السلام عليكم. وعليك السلام، انت على الهواء يا ابو رداد، هات. نحن نطالب بفتح منفذ الودية. واصل، اسمعني من التليفون يا ابو رداد. ايوه ايوه بسمعك انا. طيب واصل. واصل يا ابو رداد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، مرحبا اخي. من معي؟ كيف حالك يا اخي؟ احييك واحيي المشاهدين. الله يحييك، عرفنا عليك اخي. معك ابو زيد اليافعي. تفضل يا ابو زيد، حياك. والله احنا نبذل معاناتنا ومعاناه الجرحى والمرضى الذين يوجدون في الهند. نعم. ونرجو من كل الأطراف، وليس بالتحديد لن نحدد أي طرف، مثل ما بعض الناس يحدد لك طرف علي بن علي عبد الله، صالح بن الزحيم، بن دريمان، نحن نشمل كل الأطراف. نعم. ولا نريد الحزبية. صحيح. هات ما عندك، واصل. احنا نحمل مسؤولية الحكومة، الحكومة يا أبو زيد، طالما هي
طالما الحكومة التي تسمي نفسها الشرعية ومعترف بها دوليا مش قادر تقوم بحق مواطنيها، ما الفائدة منها؟ أين الحكومة؟ لا توجد لدينا أي حكومة، حكومة فاشلة، حكومة سارغة، حكومة أقوانجية، عن أي حكومة تتحدث؟ طيب من باقي معنا؟ من لمن عن نرجع؟ من لمن نلقى بعد الله؟ نحن لن نحدد أي طرف، نرجو من كل من لديه ذرة إنسانية في قلبه أن يساعد المرضى والذين هم بحاجتهم الآن وبحاجة ماسة. ونضرب تحية كمان للقائد الرئيس عيدر الزبيدي وكل جنوبي حر إن شاء الله، والجنوب قادم بإذن الله. آمين يا رب. طيب يا أبو زيد، لم نسمع حتى من المجلس الانتقالي، طيب وجهوا لهم مناشدة، يتحركوا، يرسلوا طائرة، يفعلوا أي حل، نريد نوايا حسنة من الجميع يعني. بيدها كل شيء. نعم. وتحية كبيرة لكل جنوبي ويمني. نعم. وشمالي شريف. أحييك. أحييك أخي. شكرا أبو زيد، وصلت رسالتك. الله وبركاته. شكرا لك. ومتصل جديد، ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام. كيف أنت؟ نحمد الله، عرفنا عليك أخي. أبو محمد. اتفضل أبو محمد، أنت على الهواء. ما بدي أقول معي رسالة. هات. أحب أقول لكم إنكم فاشلين. ومش حجة. لو قعدتوا في اليمن كم مضبوط. طيب وضح صوتك يا ابو محمد، وضح، مش سامعينك، الطماش حقك هذا ما نسمعين صح. واصل فحط ولا موجود يا شباب؟ يا ابو محمد وضح، مش سامعينك. طيب متصل جديد، الو. الو مرحبا. والله فاتح. الو. والله فاتح. الو تفضل اخي، من معي؟ حاط ولا موجود يا شباب؟ الو. الو غيره يا عم اشرف، غيره، هو لا بيشغل وين الخطوط. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل اخي، من معي؟ معك مختار يا اخي، واحد من العالقين في مصر، حانبين قلدني الله لنا شهر. تفضل اخي، هات ما عندك يا اخي. اول ما غلقوا في تاريخ 17 مارس، غلقوا مددوا اسبوعين، المفروض انهم يجهزوا المحاجر الصحيه، يجهزوا فنادق، كل دوله اجلت رعاياها، شلت الناس حقها الا احنا. احنا عالقين هنا، احنا جينا المرض، ما جينا شيء نقترب. صحيح. مننا اكثر من 20,000 داخل مصر. الناس تبصرهم يشحتوا بالشارع، من لهم؟ بيقولوا لك مساعدات، مساعدات يدي لك سله 5 كيلو دقيق، 5 مدري ما تكفيكش حتى يومين. طيب والحل يا عم مختار، ما هو ما رسالتك وصلها؟ الحل ان الحكومه تتحرك، معهم مساعدات من دول التحالف، حتى السعوديه تدفع 25 مليون. يعملوا محاجر، يجهزوا فنادق، الناس ما بيطلبوا ان شاء الله داخل اليمن، يعملوا الفنادق محاجر ويحطونا فيها، يجلسونا حتى شهر. انا صحيح. مهتم بصحتي، مهتم بصحه اهلي، انا عاد اروح لعند اهلي، ما عاد اروح لهم شو المرض. صحيح. احنا نشتيهم يجلونا يفعلوا ويكونوا دوله ذات سياده مثل اي دوله. ان شاء الله، ان شاء الله توصل رسالتك يا عم مختار، ان شاء الله تحرك فيها بنوع من النخوه. احنا معنا امراض داخل اليمن، معنا امراض هنا، فيجلسونا هنا يدون مساعدات من لاهلنا باليمن. حسبنا الله ونعم. اذا المعيل الوحيد جالس داخل مصر معه مرض، من ذا ينتبه عليهم باليمن؟ احييك يا عم مختار، ان شاء الله توصل رسالتك، احييك، شكرا لك. الله يرضى عليك، ان شاء الله اني توصل ويعملوا لنا حل. اشكرك اخي، تحيه لك، تحيه لكل الصامدين والصابرين، وان شاء الله تفرق، ان شاء الله تفرق، لا تيأسوا ولا تحبطوا. ومتصل جديد، الو. الو مرحبا. الو غير يا شباب. دائما ما نقول يا جماعه انه اي حكومه يجب ان تتحمل مسؤوليتها التاريخيه والوطنيه. السلام عليكم. الو مرحبا، تفضل اخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل اخي، من معي؟ معك ابو عماد. ابو عماد. ابو حماد. اتفضل يا ابو حماد، انت على الهواء. انا عالق بمصر. معك ابو حماد. طيب واصل انت على الهواء. معك ابو حماد بمصر، عالق بمصر. نحن الان عالق بمصر. طيب واصل، كم لك؟
والان عالقين، انا والحقاه عالقين، مكسر رجلي كسر تمام، والان نشتي نسافر مع حق المرافق اليمن ولا هدي. حسبنا الله ونعم الوكيل. واصل يا ابو احمد واصل. زلقنا كل حاجه اللي معانا. ما وصلتكمش المساعدات الذي قالوا من فاعلين الخير في السفاره وكذا ولا سجلوكم؟ مساعدات ولا سفاره، رحتي لهم السفاره من قلبه ما رضوا يقبلونا داخل السفاره، والله ما خلونا ندخل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله تصير رسالتك يا ابو احمد ان شاء الله. احييك. مزيد من الصبر يا ابو احمد، وان شاء الله تفرق. لابد ما تفرق، الله ما جمع بين عسرين ولا يرضى لعباده الظلم. ومتصل جديد، الو. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. معك ابو احمد من حافظ الصعدة. اهلا يا ابو احمد، تفضل اخي. يا اخي، لماذا لم يتحاور الشعب اليمني كله في طاوله واحده، انصار الله والمؤتمر والمشترك؟ الحوثي هو من اليمن وانصار الله من اليمن، ماذا لم يتحاوروا ويحكمون اليمن؟ اتقوا لنا بالاحتلال والمرتزقة. طيب يا ابو احمد، متى قانع الحوثي، متى كان مكون سياسي اولا، ومتى معه مشروع سياسي، ومتى قال للناس تعالوا نتحاور؟ قال خدع الناس باسم القرعه وقرع الشعب 1000 قرعه ودخل اليمن في هذه الحرب. من الذي قلب هذه المشاكل كلها لليمن غير الطمع والقشع وراء الكرسي والحكم؟ هو مكون سياسي، هو مكون حزبي ومعه شعبيه كثير، وعلى الجميع أن يتحاور ويرجع اليمن. ما ينفعهم الخارج ما ينفعهم حج، ويصطلحوا مع المواطن، مع الشعب اليمني جمعه، ويكونوا حكومة. لا يركنوا على الإمارات وعلى السعودية، ما تنفع هذه إلا يريدوا أطماع في اليمن يا أخي. طيب يا أبو أحمد، متى موقع الحوثي يمني بطل أنه يكون عميل لطهران وشعارات طهران التي في صنعاء للنهار؟ بعد لنا خبر مع هذا الموضوع. أما أنه هذا ما حد يقدر يكذب عليه يا أبو أحمد، كن صادقين. يا أخي شوف، قلتوا عميل إيران، ما هو عميل إيران؟ مثلا حين نقول لكم أنكم عملاء للإمارات، أنت جيتوا بالإمارات إلى الشعب. إحنا ما حملنا صور أحد، ولا اشتغلنا لأحد، ولا طبلنا لأحد. لكن الذي حاصل اولا، الصرخه اللي بيرددها الحوثي هي يمنيه ولا ايرانيه يا ابو محمد؟ قال هذاك الله لذمتك يا اخي. خلينا نكون صادقين، اسمعنا، انت على الهواء وانا على الهواء، الشعب هو الحكم. هذا شعار حق وانتصارات عظيمه. واذا عدتوا الى اليمن عدتوا، وان خرجتوا من اليمن لا ترجعوا تحاوروا مع اليمنيين. فهذا شأنكم، واليمن بينتصر وإن شاء الله. بينتصر إن شاء الله اليمن، صحيح بينتصر اليمن يا أبو أحمد. ونطرد المحتل يا أبو أحمد، بينتصر اليمن، سينتصر اليمن، وانتصر اليمنيون على كل المشاريع الصغيرة وعلى كل العملاء وعلى كل هؤلاء الذين يتقمصوا بعباءة الدين ويذبحوا اليمنيين ويقتلوا اليمنيين. ماذا فعل الحوثي حقا غير المقابر؟ غرر على الناس وعلى الأطفال، كله في سبيل التعطش للدماء والتعطش للسلطة. ويا ليت جاء معه مشروع، كلنا كنا بنقف معه، بنتجاوز كل المراحل التي اللي مرت وحتى 6 الحروب وغيرها، لكن لا يمتلك مشروع يا ابو احمد. يجب عليكم ان تعودوا لصوابكم، ان هذه شرذمه خبيثه، هذا سرطان حل باليمن، هؤلاء ينفذون اجنده لتدمير وطنهم. لا يمتلكون اي مشروع وطني ولا مشروع سياسي ولا مشروع قبلي ولا مشروع ديني حتى. تقريبا المقرب فشل. متصل جديد، الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك كيفك يا فارس؟ حيا ومرحب. معك محمد المكتبي من مارب. يا حيا بابن مارب، تفضل يا عم محمد. يا عزيزي، شغلتونا الشرعية، الحكومة، أي حكومة، هذه أصابات يا أخي، هذه أصابات بالله عليك. في حكومة تساعد ميليشيا على الاستقواء وامتلاك السلاح الخطير لتدمير الشعب اليمني، بالله عليك، في سلطات أمنية في العالم تساعد العدو على امتلاك الأسلحة. يا أخي، سلطات مارب الأمنية كل شيء يمر معها مارب للحوثي من كل أنواع الأسلحة، ونبلغ به ونبلغ، يقولوا مالك شان، ما اختصاصك، ما تشي رجل أمني، ما تشي بالأمن. طيب يا خبرة، كل شيء يمر الحوثي معها مارب ومع الرويت على الجوف، دمر الشعب اليمني. انظروا حالة الناس وكأنهم غير مسؤولين. يعني متفقين على تدمير الشعب، متفقين الاثنين، كل واحد من جهة.
طيب لا ليش عبد الله يقول انها رئيس ومعاه رئيس وزراء ومعاه نائب ومعاه يعني معدي عين يتكلم بالكلام السيء؟ بالله عليك الا يخجل امام العالم بان الحوثي اصبح الان اقوى منهم وهم 18 دوله تحالفوا؟ بالله عليك الا يخجل عبد ربه ان كل شيء يمر مع مارب لابناء يعني في عرض ابناء مارب ومع حضرموت ومع المهره حتى يمر على مارب ومع الجوف ويدمر الشعب اليمني وهم وسلطاته الامنيه تعرف بهذا. وهات هناك أطقم ترافقهم إلى أول نقاط الحوثيين في 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 خطوط يعني التماس. بالله عليك طيب لصالح من هذا يا محمد؟ عمر. ها؟ لصالح من كل هذا؟ لصالح من؟ لن يخدموا هؤلاء؟ هؤلاء بيخدموا أنفسهم وأجهزة خارجية بس بيمتلكوا أموال على دماء الشعب اليمني ويخدموا دول أجنبية لتدمير اليمن. عبد ربه متفق معاهم على هذا الكلام وعلي محسن الحاج النائب حق عبد ربه ان شاء الله تفرج. عبد محمد يا اخي بالله يا اخي المكابه تفرج يا اخي يا اخي يا كل سلطات امن مارب كلها الامن المركزي الامن العام الشرطه النجده يعرفوا هذا الكلام كل شيء يمر من عندهم. يا اخي ايش هذا الكلام؟ يا انا ادعو قبائل مارب على انهم على الاقل على الأقل يحموا بلادهم يحموا بلادهم من عبور الأسلحة للحوثيين الذي بتقتل آبائهم وأبنائهم وأخوانهم. على الأقل يعملوا نقاط قبلية ويفتشوا. أما الأمن في مارب فهم متآمرين لتدمير اليمن. أحييك وصلت رسالتك يا محمد وهذا رأيك رأيك نحترمه وإن شاء الله يصل إلى الجهات المختصة والمعنية ويحققوا في هذا الموضوع أنه لا يمكن أن نسمح بهذه المهزلة والبيع الشراء بدماء اليمنيين. دماء الأبطال ليست هدرا وليس يعني كل قطره دم هكذا الذي راحت في سبيل تطهير اليمن يقوها كذا بيع شراء عيني عينك. هذا لا يمكن ان نسمح به مهما كان. انت تعتبر الان احد ابناء مارب واهل مكادره بشعابها ويتحملون المسؤوليه التاريخيه والوطنيه. الو مرحبا متصل جديد. مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ يا حيا مرحبا. من معي اخي؟ الو تفضل انت على الهواء. من معي؟ معك زكريا فؤاد. اهلا يا عم زكريا تفضل اخي. يا عزيز احنا العالقين في الهند. نعم تفضل هات ما عندك. يا عزيزي فيه اكثر من اسرة عالقة في الهند امراض وفي طلاب وحالتهم مترسئة جدا يعني لدرجة انه ما عاد فيش مصارف ياكل. انا لله ونهاجة. لا قدروا يعملوا لنا حل ولا قدروا يساعدوهم ولا قدروا يسألوا عليهم حتى لازم الحل. سنستمر في هذا الموضوع يا زكريا ان شاء الله الى ان نجد اقل حاجه متى ما يعني عجزنا او يئسنا ان الحكومه لا يمكن ان تتخذ موقف مشرف في التاريخ بين ناشد اهل الخير بين ناشد المنظمات الحقوقيه والانسانيه بين ناشد اليهود والنصارى الكل يتقف معكم ما تقلق. الحكومه يئسنا منها من اول ما طلعت يعني مش من اليوم. بعد ان ننتظر لما تيأسوا منها. الحكومه فاشله بكل ما تعنيها الكلمه. لا لها اي قرار سياسي ولا لها اي قرار انساني ولا لها اي قرار. طيب من عاد باقي معنا يا عم زكريا؟ اذا كنا نبرر لهم هكذا من عاد باقي؟ من نخاطب؟ خاطبوا اهل الخير خاطبوا الناس اللي في قلوبهم. طيب اهل الخير ما عندهمش طائرات. في ناس بتموت جوع مش في بيتها يعني لو في اليمن وبتموت جوع عادي في جيرانهم تساعدوهم في ناس يساعدوهم هنا ما بيلقوش حاجه ياكلوا. يا للعار بس يا للعار يا للعار. القصية مريئ للجلد حسبنا الله ونعم. ما هوش طبعا. فأعتقد أنه موضوع العالقين خاصة لهم أمراض بيكون أهم من أي شيء. أحييك. أنا ثلاث دول أكثر فيها أمراض اللي هي الهند ومصر والأردن. نعم. أعتقد أنه لو راحوا ظروف هذول الثلاثة دول وبعدين الباقيين يعني الكل. يا أخي لو تحركت الطائرة الرئاسية الطائرة الرئاسية يمكن تحمل 500 شخص. لو تحركات وقالوا حتى ما بيش معهم حق البنزين بتاعها بنفرق لكم حق قلنا لهم ما عدنا لهمش عذر بندعو اهل الخير وبندي لهم حق العبور حق الايجار حتى ادوا لنا طائره لانه هم اللي قادرين ينسقوا مع الامم المتحده ويعطوها تصريح انه تدخل هذه الطائره تقلي رعاياها لكن لا ندري ما هو ما هو العذر حتى الان. المشكله انه الحكومه ما فيها اي قرار يعني كما وشع لها الملك اي تكلم. طيب ناشد الملك
يا ليت اذا كان قدو هذا كذاب نناشد الملك، ما عندنا مشكله نناشد قلنا كائنا من كان، اهم شيء شخص يجي ينقذ للناس. اتمنى انه ياخذوا بعين الاعتبار بعين الانسانيه، مع انه لا الحكومه ولا الملك يريد لليمن الخير اساسا. ان شاء الله لا نياس يا عم زكريا، لا نياس، وما زال املنا في اهل النخوه واهل الكرامه، لابد من خير، لابد من ابطال، لابد في شرفاء، في يعني هكذا سنظل هكذا ندعو وننشد الى ان لا يعني ان شاء الله قبل رمضان يكون في حل ان شاء الله، لا تياسوا. المشكله الان انه الاوضاع هنا في الهند بتزداد سوء بعد سوء، يعني الان قالوا لنا 21 يوم، بعدين 21 يوم، بعدين 15 يوم، الان لا 3-5، بعد 3-5 في كلامنا هنود قالوا لا يمكن تستمر لشهر 6، فاقل حاجه لو ما قدروش يسافروهم يعاونوهم يدوا لهم اي حاجه ان شاء الله يموت. سنستمر معكم ومع قضيتكم يا عم زكريا، سنستمر يعني اسبوعيا ولو حتى في مختلف برامجنا يوميا. اذا ما قدروش يروحوا العالقين يكلفوا السفاره تعمل لجنه وتحصي الامراض وتحصي حالتهم اللي صحيح. صعبه يصرفوا لهم مبالغ ماليه يتعيشوا فيها. هذا واجب عليهم، هذا واجب، ليس من احد، هذا واجب شرعي وقانوني ودستوري عليهم. احييك يا عم زكريا وان شاء الله تصل رسالتك، احييك، شكرا لك. ومصل جديد. الو مرحبا. عليكم. يا مرحبا، تفضل اخي. معك علي المريشي. تفضل يا عم علي. بس والله انا عندي اقتراح، قلت يعني انا رافض رفضا باتا انهم يروحوا هذه العالقين بدون حجر صحي، انا اول العالقين، لكن انا ارفض ان احنا نروح للبلاد نصيب الباقين بهذا الفيروس. يا عم علي صلي على النبي، ما حد قال انه ما يروحوش الى حجر صحي، قالوا مستعدين يروحوا يجلسوا حتى شهر في حجر صحي، ما عندهم مشكله، اهم حاجه ما يجلسوا، ما يصلوا الى مستوى ان يخرج واحد اليمني يشحت في هذا عار، وخصوصا اللي عنده عوائل. لا عار كلنا، يعني عشان نعاون مع كل عالق وندعمهم وكل حاجه ويعني بس ضروري يعملوا حجر صحي، سواء نعم. الشرعيه، سواء الحوثي، سواء اي واحد مسيطر صحيح على صحيح. اي احنا ما نرضى الضرر لشعبنا ولا لاحد، بالعكس اكيد. انت في اي دوله يا عم علي؟ انا في مصر، انا عندكم في مصر. طيب وشو انت تسمع كيف حاله الناس وحاله الاسر وحاله يعني مشكله، هذه مصيبه حلت عليهم. انا قد ذهبت الى اسر وشفت حالتهم وكذا، وان شاء الله خير، وبنواصل التعاون معهم وبندعمهم بكل ما نملك. والله نعم فيك، وبيض الله وجهك يا عم علي، احييك. يلا احييك يا عم علي، شكرا لك. وهكذا عادة اليمنيين، هكذا عادة يعني على مدى التاريخ، انه اليمني لا يمكن ان يشوف اخوه هكذا في اي، خصوصا في الخارج. اليمني في الخارج مهما اختلف هو الآخر يظل يمنيته هي الأصل، هويته، أمها اليمن، تاريخها اليمن، قبلتها اليمن، يعني شموخه، إيباءه، تاريخه، حضارته. ألو مرحبا، تفضل أخي. ألو يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك، تفضل أخي، آخر المتصل من معي. أوجه معك أبو اليمامة من الجنوب العربي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. من هذا المكان أوجه تحية الخالصة إلى القائد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. نعم. وناشد القائد عيدروس قاسم الزبيدي بأن يرعى جميع المرضى اليمنيين المتواجدين خارج البلاد. نعم. بالعودة السريعة. والله يا ليت هكذا سيكون صفعة للشرعية هذه اللي تسمي نفسها مش قادرة تفعل شيء. نأمل أن يكون في موقف أيضا مجلس انتقالي يحرك طائرة ولا طائرتين للرعاية، نبدأ اللي في الهند الذي أكثر ضرر اللي في الهند يا أبو اليمامة. إن شاء الله أحييك إن شاء الله، صار رسالتك. إحنا ندعو كل الخير مشاهدينا الكرام، كان أبو اليمامة آخر متصلين، دهمنا الوقت مشاهدينا الكرام، لكن ندعو كل الخيرين داخل الوطن وخارج الوطن إنه يا للعار أن نسكت أو نصمت أو نغض الطرف عن إخواننا، خصوصا الذي عندهم أسر. هؤلاء جميعا عارنا، والعار النار، يقول المثل اليمني النار ولا العار يا جماعة. اتقوا الله في أبنائكم وإخوانكم وأخواتكم وأمهاتكم الذي في الخارج، تحركوا لإنقاذهم خصوصا قبل هذا الشهر الفضيل، يعني الناس تئن من الجوع، هنالك رسائل تصلنا نستحي أن تبث على الشاشة، لأنه ما عمر اليمني وصل إلى هذه الإهانة التي وصلت إليها بسبب هذه الحكومة وسبب هذا الانقلاب الحوثي الأرعن الذي أوصل البلد إلى ما وصلنا إليه. لكن أملنا بالله كبير، وبالأبطال وبالشرفاء وبالمناضلين وبالأحرار وبفاعل الخير سواء في الداخل أو الخارج، لسرعة إنقاذ إخوانهم الذي في الهند
واللي في الأردن واللي في مصر والذي في أنحاء بقاع الأرض، يقول لك أعود إلى وطني، أكل أشرب تراب، أكل تراب ولا أهان في الخارج. تحية لكم إنما كنتم من فاته المتابعة في البث المباشر، بالإمكان في الإعادة 12:30 بعد منتصف الليل. دمتم ودم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.